السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. خبر مفرح جدا يهم منتخبنا الوطني التونسي قبل خوض مغامرات نهائيات كأس العالم، يأتينا حصريا من بعض وسائل الإعلام الرياضية والتي أكدت بأن الجامعة التونسية لكرة القدم قد وافقت على قبول دعوة الاتحاد السعودي لإقامة معسكره على الأراضي السعودية، مع تمكين الاتحاد التونسي لكرة القدم من عدة تسهيلات وإمكانيات عينية ومادية. أكثر تفاصيل على الأخبار هذه باش تتابعوها معنا في فيديو اليوم، لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو باش تعاوننا في نشره، واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون اول من يوصلك جديدنا. كان قد أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في وقت سابق تلقي دعوة من الاتحاد السعودي لاحتضان معسكر المنتخب التونسي الأول في المملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، ولم يعلن حينها الاتحاد التونسي عن رأيه حول هذا الاستدعاء، واكتفى بشكر السلطات والاتحاد السعودي لكرة القدم. واليوم يكشف لنا مصدر مقرب من الجامعة التونسية لكرة القدم أن معسكر المنتخب التونسي سيقام رسميا في المملكة العربية السعودية، وذلك من 7 إلى 17 نوفمبر قبل السفر مباشرة إلى الدوحة للمشاركة في المونديال. كما أكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم خاص نسور قرطاج بمعاملة استثنائية، إذ وضع قيمة مالية محترمة جدا تحت تصرف المنتخب التونسي والتي تصرف خلال فترة المعسكر، وعرض على منتخبنا أيضا التكفل باستدعاء أي منتخب يرغب نسور قرطاج في مواجهته وديا، والتكفل بمصاريف سفره وإقامته في السعودية، علما وأن تونس ستكتفي بخوض مباراة ودية واحدة أو على الأكثر مباراتين، وذلك نظرا لأن المجموعة ستكتمل بالتحاق اللاعبين المحترفين بأوروبا بدءا من يوم 14 نوفمبر وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. لهنا نوصلوا نهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناة باش يوصلك جديدنا، وطبعا نقول لكم نشوفكم على خير.